بعد أن لفظ الشعب جماعة اختارت التلاعب بمقدرات الوطن، مضت مصر في طريقها نحو الإصلاح الشامل حتى نجحت في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. ولم تكن مصر لتحقق كل تلك الإنجازات دون أن يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي نصب عينيه هدف تثبيت الدولة من خلال إعادة الأمن والاستقرار ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب عودة مصر لريادتها العربية والدولية والإقليمية. وفق خطة مدروسة كانت معاول الهدم لتنظيم الإخوان الإرهابي تعمل إبان حكمها على إسقاط كل مؤسسات الدولة لتصنع دولة مشرذمة يسهل تسخير مقدراتها خدمة لأجندتهم، حتى جاء الخلاص في 30 يونيو من عام 2013 وأطاحت هبة الشعب المصري الجسورة بكل مخططاتهم. إعادة بناء مؤسسات الدولة كانت أحد أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة يونيو المجيدة، تلك الأولوية التي سارت بالتوازي في كل قطاعات الدولة ومؤسساتها. خارجيا، استعادت مصر دورها وريادتها العربية والإقليمية والدولية عبر عمل دبلوماسي متقن، أعادت خلاله التنسيق مع كل الأشقاء العرب لدرء المخاطر المحدقة بمنطقتنا، كما استعادت مصر ريادتها الأفريقية ونجحت في وضع القارة على الأجندة الدولية لجهود التنمية. كذلك نجحت مصر في العودة بقوة على الساحة الدولية، فباتت علاقاتها مع كبرى دول العالم علاقات صداقة تقوم على الاحترام والتقدير المتبادلين. وفي ظل المخاطر المحدقة بمنطقتنا، كان من الضروري التطوير الشامل للمؤسسة العسكرية، فتم مد فروع أسلحتها المختلفة بأحدث الأسلحة من مقاتلات وحاملات طائرات وفرقاطات وغيرها، إضافة إلى تأسيس القواعد العسكرية الجديدة ومشاركة أقوى جيوش العالم مناورات وتدريبات تثبت كفاءة المقاتل المصري. مؤسسات الدولة الداخلية حظيت بجل اهتمام القيادة السياسية، وخاصة ما يمس الحياة اليومية للمواطنين والقطاعات الخدمية منها، فتم بناء الآلاف من الوحدات السكنية لمحدود الدخل وتنفيذ شبكة طرق جديدة وحديثة تفتح آفاق التنمية في كل ربوع البلاد. وكذلك عملت الدولة بقوة عبر بناء دعم مؤسساتها في حل ما يواجه المواطنين من مشكلات يومية، فتم عبر جهد دؤوب القضاء على مشكلة نقص إمدادات الطاقة، كما تمت إعادة توجيه الدعم لمستحقيه لتنال الأسر الأولى بالرعاية حياة تليق بهم، وذلك عبر مبادرات رئاسية شملت الدعم العيني والرعاية الصحية. جانب آخر من معاناة جلبها التنظيم الإرهابي لمصر، حيث أشاع الإرهاب وعدم الأمان، وتحملت القوات المسلحة ورجال الشرطة مسؤولية القضاء على الإرهاب وعودة الأمن للبلاد، حيث نجحوا في عودة الانضباط للشارع المصري وواجهوا جرائم الأموال والمخدرات وغيرها من الجرائم. بناء المؤسسات كفل للدولة قيادة وشعبا أن تجني ثمار سنوات من العمل المتفاني، فها هو وجه الحياة وقد تغير في مصر التي أسست عاصمتها الإدارية الجديدة ومدنها الحديثة من الجيل الرابع، إضافة إلى تدشين نظام صحي وآخر تعليمي يضمن لشعبها والأجيال القادمة عهدا من الرخاء في الجمهورية الجديدة.